تعالوا نروح للفيتشر واللقطه اللي جايه، وهي لقطه جديده مختلفه شويه. احنا نسمع عن مدربه الاسود الحلو، وفي مدرب مش عارف القطط والكلاب، وفي مدرب مش عارف الايه، وفي مدرب الايه، وفي مدرب حيوانات كتير جدا جدا، وهي مهن تعرفنا عليها على مدار سنوات طويله جدا، ومعظمهم بيشتغل في السيرك الا اللي بيشتغل بقى في الموالد والحاجات الشعبيه. لكن انا شخصيا اول مره اسمع عن مدربه للبغبغان، للبغبغوات، هي صعبه قوي يعني، هو المفرد صعب باللغه العربيه الفصحى. البغبغان دي طبعا على فكره دي عمي، اللغه العربيه الفصحى بتاعته ببغاء، الببغاء. شوفوا بقى الجمع بتاع الببغوات كده. فمدربه ببغوات في مصر هوايتها وحرفتها ومتعتها واستمتاعها انها تدرب الببغوات. تعالوا نشوف هذه الطريقة والهواية الشاذة جدا. في الوهلة الأولى مع هذه الأصوات تظن أنك في أدغال إفريقيا، لكن تتعالى تغريدات هذه الببغاءات في أكاديمية خاصة لابنة العشرين عام. ندى عبد الله، هذه الفتاة التي أخذها حبها وهوايتها للطيور إلى أبعد من ذلك لتصبح أول مدربة للببغاء في مصر. خلصت دراستي قررت أن أنا عايزة أتوسع في المجال ده، فدورت على النت وتعلمت وذاكرت حاجات للتدريب بتاعت الببغانات، وبدأت أكبر الموضوع. بدل ما هو حاجة طيور بتاعتي بعلمها حاجات، بقيت بدرب طيور لناس تانية غير الطيور بتاعتي. الناس بتيجي بتسيب لنا الببغانات بتاعتها، لو عندها مشاكل بنحلها لها وبنساعدها تحلها، وبنعلم أصحابها إزاي يتعاملوا معاها. في ببغانات بتيجي بتكون بتصرخ طول الوقت، في ببغانات لما حد بيقرب منها بتعض وبتعوره جامد. اللي احنا بنعلم الببغانات انها تهدى، تثق في البني ادم، تسمح له انه يلمسها، ولما ينده لها تقدر تجيله ويقدر يطلعها على ايده، لما يحب يشيلها على كتفه يشيلها من غير ما تعوره. المستوى الثاني بيكون شويه العاب بنستخدم فيها ذكاء الببغان، وخاصه الحاجات دي للاطفال زياده. ممكن نعلم الببغان اسماء الالوان ونقول له اختار اسم لون، يعني انهي لون الاسم اللي احنا بنقوله له. المستوى الثالث بيكون مستوى ليه علاقة بالطب شوية، حاجة بتساعد الدكتور انه هو يقوم بمهمته بشكل سلس. البغبغان بياكل خضار وفاكهة، وفي حاجات ممنوعات. اللب بيكون تريت، في إشاعة موجودة بتقول انه البغبغان بياكل لب سوري، بس دي حاجة غلط ومضرة ليه وبتأثر عمره جدا. نقدر نهندل القصة دي زي ما احنا بناكل خضار وفاكهة في حياتنا، يقدر الببغان ياكل نفس الأكل اللي احنا بناكله. الببغانات أسعارها، في ببغانات بتبدأ من 100 جنيه لحد 100,000 جنيه، وفي أعلى كمان حسب بقى هو نادر ولا لأ، موجود بكثرة ولا لأ، موجود في مصر أصلا ولا بيتجاب من بره، وحسب شكله. في ببغانات حجمها صغير، في ببغانات حجمها كبير، كل ده بيفرق في السعر بتاع الببغان. الببغان مش بيقلد الكلام، الببغان بيفهم معنى الكلام ويقوله، وبالتالي في حاجة مختلفة عن انك تعلم البغبغان او تحفظه كلام لمجرد انه يقوله، او ان هو البغبغان عايش معاك وبيشوفك انت بتقول ايه والبيت بيتكلم في ايه وهو بيفهمه ويركز فيه يقوله لما يحتاج. سن البغبغانات، البغبغانات تقدر تعيش الصغيرين، في حاجات بتعيش 30 سنة، في حاجات بتعيش 50 سنة، والاحجام الكبيره في حاجات بتعيش 50 سنه، في حاجات بتعيش 75 سنه، وفي ريكوردات قالت ان في كاتوز عاشت 100 سنه. الو الو دماغ الناس غريبة ومختلفة، بس أنا على فكرة مع إن كل واحد يعمل اللي بيبسطه، ودي قاعدة أنا بتبعها في حياتي في كل المناحي في كل المجالات. أنا مين عشان أقول لك تعمل إيه؟ وانا مين علشان اخليك تمشي على هوايا؟ وما ينفعش احببك في اللي انا بحبه، وما ينفعش اكرهك في اللي انا بكرهه. لا، ينفع في موضوع الفسيخ، ينفع اكرهك في اللي انا بكرهه، بس ده لمصلحتك والله. لكن بصفه عامه الحياه كده، اللي يحب يدرب بغبغان، اللي يحب يركب عجل، اللي يحب يسافر، اللي يحب يقرا، اللي يحب يعمل كذا، المهم حب اللي انت بتعمله، حب اللي انت بتعمله، وما تتجاوزش في حق الناس.